look at that. That's mother. في يوم الأرض نداءات من نجوم العالم. All that I have seen and learned on my journey has absolutely terrified me. Climate change. And the problem seems to be getting worse and worse and worse. استثمروا في كوكبنا، هالشعار اللي رفعوا الناشطين البيئيين هالعام بمناسبة يوم الأرض اللي بيصادف كل سنة يوم 22 أبريل، هو نداء للتوعية حول قضايا المناخ ولإيجاد حلول للمشاكل البيئية اللي بيعاني منها كوكبنا. I just want to know how far we've gone and if there's anything we can do to stop it. وبرز من ضمن هالناشطين عدد من نجوم العالم اللي بدورهم تبنوا هالقضايا من سنوات وعم بيستخدموا شهرتهم بسبيل هالقضية. The last speaker for this signing ceremony is the Academy Award Best Actor and the United Nations Messenger of Peace, Mr. Leonardo DiCaprio. وقد يكون ليوناردو دي كابريو الناشط الأكثر شهرة بدعمه لهذه المواضيع. The world is now watching. We ask you to protect it. فهو حريص على متابعته الدائمة لأي قضية متعلقة بالبيئة ومشاركتها مع متابعيه على مواقع التواصل، فهو ليس بحاجة لموعد محدد للاحتفال بيوم الأرض، فاحتفاله يومي إن كان بالإنجازات اللي بتحققها الدول على هالصعيد أو بمتابعته الدائمة لأهم المشاكل من حول العالم كالتلوث والذوبان السريع للثلوج أو التصحر وفقدان مساحات شاسعة من الغابات، إضافة إلى خطر الانقراض لبعض الحيوانات وغيرها. Are we and all living things we cherish our history. وهالاهتمام مش جديد، فهو كان أطلق عام 2016 فيلم وثائقي بعنوان Before the Flood، فبساعة ونص بياخذ المشاهدين بجولة حول العالم بيلتقي فيها بخبراء وسياسيين ليكشف عن المشكلة وتبعاتها وطرق حلها. وأيضا بسلسلة وثائقية بتحمل عنوان Down to Earth بينشر زميله زاك أفرون التوعية حول مخاطر التغيير المناخي وبيقدم حلول وأفكار للحد من المشاكل البيئية، فبيزور عدد من البلدان ليتعرف إلى طبيعتها ويقابل ناشطين بيئيين من سكانها وليشجع على طرق لتعزيز التنمية المستدامة للبيئة. We need to start rethinking how we consume everything from our food to our power. وبسبب أهمية ما قدمه العمل بال 2020 حصد زاك Outstanding Daytime Program Host بـ Daytime Emmy Awards. وهالسنة بيتعاون زاك بمناسبة الـ Earth Month مع حملة Nature Valley و National Park Foundation. وأيضاً برز اسم محمد صلاح بهالمجال، فهو كان شارك العام الماضي بلندن بحفل Earth Shot اللي بيكرم الأشخاص المساهمين بالتنمية المستدامة للبيئة، ولفت الأنظار بالكلمة اللي ألقاها وقتها واللي ركز فيها على مخاطر الاستخدام العشوائي للبلاستيك المسبب بتلوث المياه والمحيطات. I'm passionate about this because I grew up near water. أما براد بيت وكيت بلانشيت فهن أيضاً معروفين باهتمامهما بالتنمية المستدامة للبيئة، فبراد اللي كان أنشأ مؤسسة Make It Right بال 2007 اهتم ببناء منازل صديقة للبيئة للمتضررين من إعصار كاترينا اللي ضرب الولايات المتحدة، ولكن مشاكل كثيرة برزت فيما بعد بهالبيوت اللي وصفت بأنها غير آمنة لتتوقف من بعد هالمؤسسة عن العمل. Oh man, I'm so happy this house is gone. وبلانشيت اللي جعلت سيدني ثياتر كومباني أكثر كفاءة باستخدام الطاقة أيضاً ناشطة بSolarAid.org اللي تعني بإيصال الطاقة الشمسية إلى المجتمعات المحتاجة. A small change from within and a big reason for hope.